اخيرا قبل ما نطلع لفاصل ونستقبل ناقدنا الرياضي الكبير استاذ فتحي سند. عارفين الكنافه بالمانجا؟ هو ده محمد صلاح. من ساعه لما طلعت الكنافه بالمانجا كده وهي مستحوذه على كل حاجه في الحلويات في شهر رمضان، بقى لها بتاع داخله على 10 سنين اهو. طبعا البسبوسه والقطايف والحاجات القديمه دي ما حدش يقدر يستغنى عنها، بس محمد صلاح ضرب ده كله بقى وعامل لنا صلاح بالنوتيلا. يعني حاجه في منتهى الجمال. محمد صلاح النهارده يلعب اول ماتش اساسي من ساعه ماتش غانا، انت متخيلين حضراتكم؟ ومش هنفتح بقى في القديم، يعني عفى الله عما سلف. من ساعه ماتش غانا ده اول ماتش يلعبه اساسي محمد صلاح في سبارتا براغ، الماتش العوده دور ال 16 الدوري الاوروبي، بعد ما كانوا كسبانين 5-1 كسبوا ماتش العوده 6-1. الراجل بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، جاب جول وصنع 3 اهداف، جاب الجول الرابع وصنع 3 اهداف. محمد صلاح بيديك كتالوج. يبقى اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدف على الاقل في مختلف المسابقات لمده 7 مواسم متتاليه. يا جماعه الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام كبير قوي وقيمه كبيره قوي. احنا هرجع واقول زي ما قلت قبل كده، مش هنحس بقيمتها وعظمه اللي صلاح بيقدمه غير بعد عمر طويل ليه في الملاعب لما يعتزل. هنحس قد ايه الراجل ده كان بيعمل حاجه خارقه للعاده، مش على مستوى مصر ولا على مستوى الوطن العربي ولا على مستوى قاره افريقيا، لا ده بيعمل حاجه خارقه على مستوى الاوروبيين والاجانب نفسهم. هو بيعمل حاجه مش اعتياديه. هرجع واقول ده اللعيب الوحيد اللي بيكرر عظمه وبيكرر اعجاز ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الاستمراريه. محمد صلاح من 2018 لغايه النهارده ارقام مذهله. مفيش لعيب في العالم، والواحد فخور وبيقولها من قلبه، مفيش لعيب في العالم قدر يعمل الاستمراريه دي بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي غير محمد صلاح. ربنا يحميه ويحفظه ويرفع ويفضل كده كده، يعني يفضل كده طول العمر رافع راسنا لسبع سما.